اهلا بحضراتكم من جديد. عايزين نطمن بشكل اكبر على استعدادات الاهلي لمباراه بكره. كمان عندنا مباراه مع البنك الاهلي، هي مباراه بالنسبه لنا في اطار الاستعداد لكاس العالم للانديه بالمجموعه اللي موجوده معاك حاليا، وبعد خروج الاهلي بشكل رسمي من بطوله كاس الرابطه. عارفين اهداف الاهلي من البطوله دي كانت عامله ازاي يعني. فبالتالي عايز اروح سريعا لزميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان اطمن من خلاله وهو موجود في استاد مختار التتش على كل الامور اللي بتتعلق بالفريق في الفتره الحاليه واستعداداته لكاس العالم، خصوصا ان فاروق هيكون موجود مع الاهلي في كاس العالم ويقول لنا كل الامور. فبالتالي يا فاروق برحب بيك. كل التحية ليك يا أمير، كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا فاروق. يعني الظروف كلها عكس النادي الأهلي في الفترة الحالية، عايز أطمن من خلالك على كيف سيتعامل الجهاز الفني مع هذه الظروف الخاصة بالإصابات والخاصة باللعيبة الدولية والكلام ده، وآخر التطورات بالنسبة لإصابة حسام حسن تحديدا، هل من الوارد أنه يسافر مع الفريق لكأس العالم ولا لا؟ يعني خلينا اقول لك امير في البدايه، يعني هي واحده من اصعب الظروف اللي اتجمعت ل يعني مشاركه يعني ضمن مشاركات الاهلي في كاس العالم للانديه. هي واحده من اصعب الظروف طبعا في ظل الاصابات، انت كل فتره وكل يوم بتتفاجئ باصابه احد اللاعبين. طبعا كان اخر الاصابات اللي يعني بعد اجراء الاشاعه لبيرت تاو يعني اتضح اصابته بمزه في العضله الاماميه، وزي ما صرح الدكتور اسامه مصطفى اللي هو طبعا قائم باعمال طبيب الفريق هتتراوح مده الغياب من 4 أسابيع لخمس اسابيع. بالنسبه لحسام يعني عايز اقول لك ان في محاولات بتجرى، يعني محاولات مكثفه لحسام حسن. انا بالتعافي انا بسالك على حسام ليه؟ لان هو يكاد يكون هو المهاجم اللي هيكون وحيد معاك في البطوله لو هيلحق، لان شريف مع المنتخب. بالظبط بالظبط يا امير. لذلك ان حسام حسن عايز اقول لك ان في جلسات بتجرى يعني لحسام حسن مرتين في اليوم، يعني حسام حسن بيسابق الوقت، الجهاز الطبي ايضا بيسابق الوقت. لكن اقدر اكد لك باذن الله بنسبه كبيره يا امير ان شاء الله يكون موجود مع الفريق في كاس العالم للانديه. برضو من الاخبار المهمه ان محمود متولي ان شاء الله هيلتحق بالبعثه ان شاء الله في ابو ظبي ان شاء الله، يعني يتحرك من قطر لابو ظبي، هنضم لبعثه فريق النادي الاهلي. طبعا بخلاف كريم فؤاد ايضا يعني برضه اطمن عليه ما فيهوش اي ادنى مشكله امير، موجود مع الفريق. مين هو؟ كريم فؤاد. كريم فؤاد كويس. تمام. محمد محمود موقفه ايه؟ محمد محمود بيعمل في البرنامج التاهيلي، وغالبا يا امير برضه بنسبه كبيره ان شاء الله يكون موجود مع الفريق في رحله كاس العالم للانديه باذن الله. ايضا من الامور المهمه يعني برضو اللي احنا لمسناها خلال ال 24 ساعه الحاليه، ان يعني في مجموعه او يعني بعض اللاعبين من الناشئين النهارده طبعا انت عارف كانوا موجود اللي هي جلسه التصوير الخاصه بسفر البعثه الى كاس العالم للانديه واجراء مسحه البي سي ار الخاصه بالبعثه المتوجهه ان شاء الله الى ابو ظبي يوم الاثنين القادم. عايز اقول لك ان في جلسه التصوير مجموعه من اللعيبه الناشئين ظهرت في جلسه التصوير. من الامور المحتمله برضو ان طبعا انت عارف ان القائمه هيتم اعلانها غدا بمشيئه الله، قائمه الفريق المتوجهه الى كاس العالم للانديه. شايف ان في عدد من اللعيبه الناشئين من الممكن يكونوا موجودين مع الفريق ان شاء الله يا امير في كاس العالم للانديه. ايضا المسحه اللي اجريت اليوم لكافه افراد البعثه المقرر سفرها الى ابو ظبي يوم الاثنين القادم. الفريق طبعا انت عارف بكره مباراه البنك الاهلي خلاص في ختام كاس الرابطه، ثم هيكون في تمران يوم الاثنين اللي هو يوم السفر ان شاء الله، هيكون التجمع ان شاء الله تجمع الفريق صباحا في ملعب مختار التتش، ثم التوجه الى مطار القاهره، ومن ثم السفر الى كاس العالم. ويعني موعد الطيران ان شاء الله يعني هيكون في تمام الساعه 4 عصرا. ده برنامج الفريق حتى السفر الى كاس العالم للانديه باذن الله يا امير. ومعسكر مغلق صح بالنسبه للفريق من النهارده صح؟ بالظبط يا امير. الدنيا بالنسبه للفريق خلاص معسكر مغلق للفريق. برضو عايز اقول لك ان يعني فرض حاله من السريه مستر فيتسو موسيماني على مران الفريق، اللي شايف برضو عايز اقول لك من النقاط المهمه برضو امير ان اللاعب محمد نصير اللي كان غاب خلال الفتره الماضيه بعد يعني ثبوت ايجابيه مسحه كورونا، اقدر اقول لك ان خلاص مسحته سلبيه وموجود النهارده بيشارك مع الفريق في المران استعدادا لمباراه البنك الاهلي. الناشئين شايف عدد كبير جدا برضو من اللعيبه الناشئين بدات تظهر تاني مره ثانيه موجوده، يكون ليهم فرصه التواجد في المباراه. ايضا بقى مع وجود طاهر، مع وجود قفشه، وليد سليمان، مجموعه اللعيبه برضو اللعيبه الاساسيه وياسر ورامي،
ان شاء الله يكون القوام ان شاء الله موجود. طيب الجهاز الفني بيفكر ازاي يا فاروق دلوقتي؟ يعني الجهاز الفني هيتعامل مع الظروف دي ازاي؟ وقبل ما ترد عليا في السؤال ده برضو طمني على عمار، لان الشغل شاغل بالنسبه للجمهور دلوقتي يا فاروق، هو موضوع الاصابات. عمار كدمه خفيفه يلحق عادي صح؟ مفيش مشكله. لا عمار يا امير، لا عمار موجود ان شاء الله مع الفريق كاس العالم للانديه، ومستر بيتسو موسيماني اجتمع مع عمار وقال له انت واحد من اللعيبه اللي اعتمد عليها خلال الفتره اللي جايه، فعمار باذن الله موجود يا امير. بالنسبه للشق الثاني من السؤال يا امير، الجهاز بيفكر في ايه؟ موقف صعب جدا يا امير، يعني عايز اقول لك موقف صعب جدا، يعني انت بتحاول من كافه الظروف تحاول الحفاظ على ما بين التفكيرين، تحافظ على اللعيبه الموجوده، ما بين تتعامل مع ملف الاصابات. شق ثاني شغال عليه لمحلل الاداء في متابعه اداء فريق مونتيري المكسيكي، وقوف على نقاط القوه والضعف، قطع بعض يعني لقطات الفيديو الخاصه بالفريق في اخر مباراه لي في الدوري المكسيكي، وايضا يعني خلال خمس ست لقاءات الماضيين، فاكثر من فرد داخل الجهاز الفني شغال على اكثر من شق. النادي الاهلي برضو امير في ظل الظروف الصعبه، الجهاز الفني في كلامه مع اللاعبين احنا مطالبين بميداليه، احنا مطالبين ان احنا ننافس كويس، يعني الظروف اتحدت. يعني انت بقول لك يا امير ان الظروف صعبه جدا على فريق النادي الاهلي، لكن في هدف، انا طالع ادافع عن اسم النادي الاهلي. صح، وده اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي، يعني ده اللي احنا كنا بنقوله، حتى لو ان الطموح عند الجمهور ممكن يقل بشكل طبيعي جدا بعد الظروف دي، لكن لعيبه النادي الاهلي اللي هتسافر هيبقى برضو هتحاول تحقق الهدف المطلوب بالنسبه للجمهور وبالنسبه لكل الاهلاويه، يعني ده امر مهم جدا. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي قال لنا كل الاخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بكواليس استعدادات النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. بالمناسبه عايز اقول لحضراتكم حاجه قبل ما اطلع الفاصل، من الوارد مش اكيد، من الوارد ان خلال الساعات دي صفقه او اتنين، من الوارد مش بنسب كبيره يعني، تعويضا للغيابات الموجوده، لو الامور مشيت بالشكل اللي بيرغب به المسؤولين في النادي الاهلي اوكي، ما مشيتش ما فيش مشكله خالص، عندنا فرقه كويسه. بقول من الوارد ما بقولش اي خبر بشكل رسمي يعني. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بقى، استنوا.